دي اوليف طالبه مدرسيه. تخيلوا ده شكل طالبه في مدرسه ودي شكل طالبه في مدرسه وده شكل طالب في مدرسه وده شكل طالب برده تاني وهو في المدرسه. بتعاني اوليف من مشكله كبيره في حياتها انها محترمه، ودي حاجه مضايقاها قوي، خصوصا انها محترمه غصب عنها لان ما حدش معبرها من الولاد اللي في مدرستها وما بتدخلش معاهم في علاقات زي ما كانت فاكره قبل ما تدخل المدرسه. هي اتفاجئت في الاخر انها جايه المدرسه تدرس، ولما راينون زميلتها بتقول لها يا حبيبتي الاحترام ده حاجه جميله جدا، فقالت لها احترامي وبتاع ايه، احنا عايزين ناخد وندي باذن جدي، اصل احنا عيله لارج وجدي بيوافق عادي. وبتطلب راينون منها انها تيجي معاها رحله التخييم بتاعتها في الاجازه، فبتكذب اوليف عليها وبتقول لها مش هينفع والله عندي ميعاد مع ولد. فراينون قالت لها يا حبيبتي هو عيل تاني، ولد مين اللي هيعبرك ده، فيكي ايه مميز عشان تخرجي مع حد بالمواصفات دي؟ فقالت لها حبيبتي انا بفهم اغاني ويجز. وبعد الاجازه راينون صاحبتها بتقابلها وبتسالها ها بقى عملتوا ايه احكي لي بتحبيه؟ فاوليف قالت لها احلى حب. طب قلت له ايه اما شفتيه؟ فقالت لها احلى كلام. طب بتروحوا فين بقى؟ فقالت لها احلى اماكن. طب بتطلبوا بقى ايه هناك؟ فاوليف قالت لها بس بقى ما تفكرينيش دخل انا حاسب لنفسي. فراينون قالت لها احلى، ولكنها بتشك في اوليف وبتقولها بيت اوعي تكوني بعتي له نفسك. فقالت لها لا والله ما حصلش، هو اللي اشتراني اصلا رخيصه. وبتسمعهم ماريان زميلتهم في المدرسه وهم بيتكلموا، فبتقوم مشرده في المدرسه كلها ان اوليف فرطت في عز ما تملك سيرتها الحسنه. وبقى بعد ما المدرسه كلها عارفه ان اوليف هي انسانه قمه في الاحترام، دلوقتي كلهم عرفوا ان الاحترام مشي في الحرام. بتبتدي اوليف تتحول لنجمه في المدرسه بعد ما الكل عرف اللي حصل، فالولاد بيهتموا بيها عشان تذاكر لهم والبنات بيهتموا بيها عشان تصحح لهم. وفي يوم بتفتح ام اوليف الباب فبتلاقيها قدامها شاب جذاب لكل الشباب بيقول لها مساء الخير اوليف هنا انا براندون زميلها في حصه الصيانه. فبتقول له انت لسه هترغي، وبتطلع اوليف تاخده وبتدخل بيه اوضتها، فباباها بيجي يقول في ايه، فامها قالت له شش بنتك معاها ولد في الاوضه، فقال لها سوري ما خدتش بالي. بيعترف براندون لاوليف اعتراف مهم وبيقول لها اوليف انا سالب، فقالت له الحمد لله يا حبيبي انك عملت بي سي ار عشان تطمن على نفسك وان شاء الله الازمه دي تعدي على خير. قال لها اوليف انا سالب، فقالت له جبت كحكه يعني ولا ايه مش فاهماك، فقال لها اوليف انا سالب، فقالت له سقعان، فقال لها اوليف انا سالب، قالت له ها سالب يعني انت يا براندون طلعت الرجال فقط. وبيطلب منها خدمه انه يقول انه مرتبط بيها عشان الناس تفتكره راجل. فبتاخده اوليف وبيروحوا حفله ميلودي بوستك زميلتهم في المدرسه، تخيلوا دي حفله مدرسيه احنا ما اتعلمناش على كده. وهناك بتمثل اوليف انها سكرانه وانها تدخل في علاقه مع براندون في اوضه لوحدهم، واول ما بتدخل بتقلع ملابسها الداخليه عشان تلبس مكانها الشخصيه زي ما الاستاذه عملت بالظبط، وبتخبي بيها خرم الباب عشان محدش يكتشف خدعتهم. وبعد ما بيمثلوا انهم عملوا علاقه بيطلع براندون قدام الناس اللي افتكروا انه موجب مش سالب، وبتقول اوليف باركوا لاخوك ابو جبل. بتتخانق راينون صاحبتها معاها وبتقول لها انت ازاي تروحي الحفله وتقدمي عرض هناك من غير ما تقولي لي، قد ايه انت انسانه قذره. فبتقوم اوليف متعصبه ومقرره انها توريها قد ايه هي انسانه قذره فعلا، وبتقوم كاتبه على هدومها ومعلمه على هدومها بحرف الاي كدلاله انها بتعمل علاقات كتير زي ما حصل في قصه قديمه زمان عن خادمه بسبب اللي كانت بتعمله حطوا عليها حرف الاي اختصارا لكلمه اميره بحجاب. بتمشي اوليف جنب حمام السباحه فبتلاقي ايفان زميلها جاي لها وبيقول لها اوليف حلو الطقم الاصفر الفازرق اللي انت لابساه ده علم اوكرانيا؟ فقالت له لا طبعا ده علم البلد اللي انا عشت وتربيت فيها. فقال لها سويد؟ فقالت له لا دمياط. وبيقوم قايل لها ان براندون حكى لي كل حاجه وانه عايزها تعمل كده معاه عشان البنات تهتم بيه وتبص له، وقال لها اديكي 100 دولار. فقالت له بس؟ قال لها 150. قالت له انت عبيط يالا انت عايز سمعتي تبوظ؟ انا هاخد 100 بس عشان حق ربنا. وبيبتدي الاولاد كلهم يعملوا مقالب زي ما براندون وايفان عملوا معاها، وبتبتدي الاشاعات في المدرسه تطلع عليها انها بترتبط بالولاد مقابل فلوس، يعني معاك فلوس الحلم هيبقى كابوس. بتقابل اوليف ماريان عدوتها اللدوده في المدرسه وبتلاقيها قاعده بتعيط عشان في واحد النهارده احترمها وقال لها حضرتك، فبتروح اوليف تواسيها وتقول لها معلش بكره تبقي زي كده وسيرتك على كل لسان. وبتتحول عداوتهم لصداقه لدرجه ان لما مره واحده اتكلمت على اوليف ماريان راحت اتخانقت معاها وقالت لها انت بتتكلمي على اوليف ليه؟ واحده بتاعت الشعب انت بالك انت ومالها. لحد ما في يوم مايكا صاحب ماريان بيجي له مرض جنسي، ولما بيسالوه دخل في علاقه مع مين فنقال له المرض، بيضطر انه يكذب ويقول ان العلاقه دي كانت مع اوليف، في حين اصلا انه عمل العلاقه مع ميس جريفيس مرات دكتور جاك واللي تبقى مستشاره ارشاد الطلاب في المدرسه، فهي تقريبا حبت قبل ما ترشد الطلاب وتبعدهم عن الخطيئه تجربها الاول عشان تبقى نصيحه عن اقتناع. بيعمل الطلبه مظاهرات بسبب اللي حصل وبيطالبوا انهم يطردوا اوليف من المدرسه عشان ما تنقلش العدوى لحد تاني وعشان سعرها زاد بعد الضريبه. فبتضايق اوليف وبتروح تحكي لمامتها على كل حاجه وانها كذبت وقالت انها بتعمل علاقات مع الشباب عشان يهتموا بيها، فامها بتدمع وبتقول دي اخرتها بنت انا كدابه. بتتقلب الدنيا على اوليف وبيتجنبها الجميع وبيرموها على جنب، فبتقعد حزينه وحيده شريده في البريك مع نفسها وبتقول انا هزقت نفسي كتير فعلا ودي اخرت لما الاحترام مشي في الحرام، وانها مش هتدخل في حوارات مع اولاد تاني ومش هتهتم باي حاجه في الدنيا فعلا غير دراستها. اعرفكم اونشن زميلها المعروف بونشن دراستها عشان كده هي هتهتم بيه وتراعيه وتخرج معاه في ديت. بتخرج اوليف مع دراستها وبيروحوا فانسي دينر في مطعم جمبري، فبيقول لها انت عارفه انك ركيكه جدا؟ فقالت له ميرسي وجميله جدا. فقالت له ميرسي وحلوه جدا. فقالت له ميرسي تسمحي لي بالرقصه دي؟ ولكنها بتبص حواليها فبتلاقي راينون صاحبتها اللي هي متخانقه معاها بتبص عليهم وهي حزينه، فبتضطر اوليف تلغي الديت عشان راينون نفسها في اولشن من اولى ابتدائي. وبتروح اوليف تبص لراينون وتقول لها شفت الزمن عشان تبقي تقلبي عليا وتبيعيني، الواد كان معاكي وسابك وجالي وعلى راي المثل تبقى في ايدك وتروح لسيدك. وبتطلع اوليف بره ولكن اولشن بيقول لها عندي ليك هديه، ده
كارت مشتريات ب $200 تقدر تشتري بيه من كارفور ومول مصر وبيت وطن وبيت اوليف. فقالت له ايه بيت اوليف ده كمان؟ قال لها بيتك، ما انا هشتريك انت. وبتحاول تقنعه انها بتمثل انها بتعمل علاقات مش اكتر. فقال لها حلو، مثلي لي دور واحده بتعمل معايا علاقه. ولكنها بتحاول تسيبه وتمشي، فبيتحرش بيها ايمانا بمبدا ان الزبون دايما على حق. وبتجري منه وبتقابل في وشها توت زميلها اللي بيحبها من زمان، بس هي مش معبره، عشان كده بقى مريض نفسي وعمل مسلسل خاص بيه يقتل فيه النسوان اللي بيحبهم. بيوصلها توت للبيت، وفي الطريق بتفضل اوليف تعيط وبتقول له انا متضايقه ان المدرسه كلها بتقول عليا اني لا مؤاخذه. فقال لها لا مؤاخذه يعني؟ فقالت له نعم. قال لها لا انا مش قصدي عليكي. قالت له تفتكر المدرسه ليه بيعملوا معايا كده؟ هو اللي انا بعمله ده عيب؟ قال لها ما تظلميش العيب بعد اذنك، بعدين انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ قالت له عشان ما عرفتش اقلب من الواد كارت المشتريات. بتقرر اوليف انها تروح لكل الولاد اللي خدت منهم فلوس وتطلب منهم يعترفوا بالحقيقه. فبتعرف ان براندن قرر يسيب البلد ويمشي عشان اخيرا لقى نفسه في حضن واحد تاني. ومايكا اهله سربوه، وبتروح لايفان المحل اللي شغال فيه وبتقول له مساء الخير. فقال لها امشي يا بت من هنا امشي. وفي النهايه بتقرر اوليف انها تطلع لايف تحكي فيه قصتها للناس كلها، وبتبتدي تحكي الموضوع من اوله. وابوها وامها بيبقوا فخورين بيها وبيقولوا بنتي، وبتقول انها كانت واحده مغموره طلعت على نفسها اشاعه عشان تشد انتباه الناس بنتي. ولكن الاشاعه كبرت واتطورت وبقى الناس كلهم بيقولوا عليها لا مؤاخذه، وبقت اوليف اكبر لا مؤاخذه في المدرسه كلها بنتي. وبتقول لكن جه الوقت اللي اعترف للناس كلها ان انا بريئه وان انا ما عملتش اي علاقه مع اي حد. الله يفضحك فضحتينه. وفي النهايه بترجع اوليف بقى لحياتها القديمه وبترتبط بتود الغلبان. انتظرونا بقى في الجزء الرابع من مسلسل يو. ما تنسوش تعملوا فولو للفيسبوك واليوتيوب والانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات القديمه والجديده. سلام.